بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب قالوا لينكس. معكم عبد المجيب، واليوم بتكلم عن سنت اوس ودوره ار اتش سي ال اللي هي شهاده ريد هات. ومن هذه الاشياء اللي ممكن نمر عليها هي النسخه الاحتياطي، كيف اقدر اسوي نسخه احتياطيه واستعيد النسخه. كثير تكلمت عن هذا الموضوع، اليوم لازم اعطيه حقه في السلسله هذه عشان ما تكون استسلام قصه. طيب كيف اقدر اسوي نسخه احتياطيه؟ اشهر امر هو الامر تار. انت مجرد ما تاخذ نسخه من اي ملف، اوكي، انت تعتبر انك حصلت على نسخه منه، اوكي. فنظام جنو لينكس كله عباره عن ملفات في اماكن معينه، مجرد ما انك تحصل على هذه الملفات تاخذها تنقل على مكان ثاني تعتبر اخذت نسخه احتياطيه. جيد، فهذا اللي تحتاجه انت. ما تحتاج لا ادوات ولا برامج ولا نسخه احتياطيه، عباره عن ملف مضغوط، اضغط هذه الملفات خذهم معك خلاص. قد تحتاج انك تاخذ صوره من القرص الصلب، هناك تحتاج اوامر ثانيه زي امر دي دي، ولكن انا ما راح اتكلم لا عن صور ولا عن كلام فاضي، راح اتكلم فقط عن كيف انك تاخذ نسخه احتياطيه عاديه جدا، اوكي، من النظام. عاد كيفك وين تودي اودى باي مكان تبيه. طيب بعض الناس راح ياخذ كلمه هذه على محمل ثاني، انا ما عندي مشكله، راح اكمل الدرس. اول شيء تاكد انك عندك صلاحيات، طبعا راح اطلع من الروت. اذا حاب تاخذ نسخه احتياطيه من اي شيء لازم يكون عندك صلاحيات عليه. فأنا حالياً هنا عندي صلاحيات إني أشتغل بمجلد هذا فقط اللي هو مجلد عبد المجيب. داخل مجلدي هذا سوي لي أبي، ولكن أنا ما أبي أنسخ هنا، راح أحب أنسخ نسخة من مجلد معين بالنظام. كيف أقدر أنسخه؟ راح يكون عندك أول شيء لازم تروح بالروت، أوكي. وش حاب تنسخ؟ أنا حاب أنسخ نفترض أي شيء، نفترض أروح هنا الاس، حابين ننسخ زي ملف اسبن. لا اسبن طبعاً عبارة عن اختصار، أيوة أوكي. أنا أنتخل على شو اسمه اللي هو زي مثلا يوزر، طبعا هنا فيه اللي هو مجلد بن، حاب انسخ البن اللي في ملفات الباينري. جيد، كيف اقدر انسخه؟ راح اكتب تار، بعدين اكتب سي في اف، ثم انسخ مجلد بن، اوكي. هذا اللي حاب انسخه، مجلد هذا. ولكن قبل المجلد لازم تحط اسم الملف حق النسخه، اوكي. فانا حاب اكتب بي اي ان، بعدين اكتب باك اب، حاب تحط تاريخ اليوم، طبعا راح احطه بالطريقه هذه. نفترض انك تشتغل على الشل، اذا كنت تستخدم امر شل يعني حط الامر هذا عشان يحط لك التاريخ. بسم الله. طيب فانا راح احط زائد، ثم احط علامه اللي هو بالمئه، النسبه المئويه دي اللي هو تاريخ اليوم، بعدين تحط اللي هو ام اللي هو المانث، وبعدين تحط اللي هو الواي كابيتال عشان يعطيك السنه. جيد، ثم نحط تار. بالطريقه هذه الحين راح يقوم ينسخ البيان هذا. شوف لا 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 طولنا ما قضينا لا 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 لا. ليش نشرب شويه قهوه؟ اوكي خلص. الان صار عندي ملف اسمه بي اي ان، اوكي. راح اخذ هذا الملف سي بي اللي هو بي اي ان هذا، واحطه في الروت، نفترض روت. جيد، راح انتقل الحين على مجلد روت، اوكي. الاس الاس ال بالطريقه هذه عشان يطلع لنا بي. جيد، فعندي الحين نسخه احتياطيه من هذا المجلد، طبعا تم نسخه الان. عشان اقدر افك النسخه تستخدم نفس الامر اللي هو امر تار. تار قبل شوي حطينا احنا سي في اف اللي هو سي ترمز الى كومبريس، اوكي. انا راح استبدله بالاكس اللي هي اكستراكت، ثم اكتب بي اي ان هذه، انتر. الان بدا يفك الضغط. الحين صار عندي مجلد، راح تلاحظون الحين شو طالع. طبعا طلع الاس ال، هذا ملف البي اي ان، هذا عباره عن مجلد فيه كل اللي اخذناه قبل شوي. لو دخلت عليه راح تلاحظ انه فيه الملفات اللي اخذتها هذه. زيد، طيب هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه تنسخ وتضغط، اوكي. اللي قبل شوي عباره عن نسخه تار. زيد، كيف اقدر انسخ واضغط؟ طيب كيف اقدر انسخ واضغط؟ نروح الحين على ما بيطلع، بنسخ هذا المجلد اللي هو بي اي ان. عشان انسخه اكتب تار، ولكن هذه المره راح اضيف الامر زد، اوكي، عشان اسوي له كومبريس. بعدين عشان اعطيها عفوا جي زد، سي في اف جي زد اللي عباره عن ضغط. راح نسوي مقارنه بين الملفين. بعدين اكتب بي اي ان باك اب، هذا نفسه، ولكن راح اضيف عليه دوت جي زد عشان يكون الملف مضغوط. طبعا ترى الامتداد غير مهم صراحه، ولكن عشان انت تقراه بي اي ان. طيب انتر. الان قاعد انه يسوي نسخ وضغط. يا حبيبي يلا خلص. الان خلينا نسوي مقارنه بسيطه بين الملفين دي يو بي اي ان باك اب ام اوكي. عفوا ابيهم كلهم، اوكي. لاحظ انه في فرق بشو اسمه النسخه اللي هو تار 125، الثاني اللي هو 51. جيد، هذا هو الحجم. طيب كيف اقدر افك نسخه الجي زد؟ تفك نسخه الجي زد بنفس الطريقه حقت الضغط، ولكن هذه المره راح تشيل اللي هو سي وتحط اكس بس. جيد، عشان نسوي اكسترايت.
هذه كيف نقدر نسوي نسخ احتياطية سريعة؟ أنا أبغى أنسخ زي ما تقولوا سيلكتيف، يعني أبي آخذ جيد، فراح أنتقل على مثلاً مجلد هوم عبد المجيب، أوكي؟ أبي آخذ مجلدات بعينه يعني أبي أحدده وأخذه وأضغطه، ما أبي أضغط كل شيء. العلاج تسوي إنك طبعاً ما أحتاج الروت هنا، أستخدم عبد المجيب مباشرة، راح أستخدم تار بالطريقة هذه كومبلكس بي إف، بعدين راح أختار المجلدات اللي أبي، الحين أسوي باك أب مثلاً سيلكتيف، أوكي دوت تار دوت جي زد، بعدين أختار المجلدات اللي أبي دوكيومنتس، أوكي أبي داونلودز بس، أوكي تم ضغط الملفات هذه. الآن صار عندي ملف اللي هو باك أب، طبعا لاحظ باك أب كيف كتبت نفس المشكلة، بيصير فيه اللي هو النسخ اللي سويته قبل شوي، إم في باك أب بحطه في مكان ثاني زي مثلا بيكتشرز، أوكي راح أدخل على بيكتشرز عشان أفك الضغط عنه، أوكي صار عندي هذا، لو فكيت الحين سويت له تار زد إكس في إف بعدين باك أب، هذا راح يعطيني اللي هي المجلدات هذه قبل شوي نسختها. هذه هي الطريقه، سواء مجلد سواء باب باب الى اخره. طبعا تقدر تنسخ انت بالامتداد حتى، بحيث انك تقدر انك تجي تدخل على مثلا زي مثلا تحدد ابي انسخ ايه، ابي انسخ بالطريقه هذه تار زد اكس زد سي في 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 اف، اوكي بعدين احدد المجلدات طبعا نجمه، اوكي طبعا نجمه بعدين نقطه جي زد، اوكي بالطريقة هذه راح أخذ راح نسميها الحين مثلاً دوت تار دوت جي زد، جيد؟ فأنا راح أنسخ ملفات الجي زد فقط هنا. لو جي سويت الاس الآن هذا المجلد لا يحتوي إلا على النسخة هذه من هذا الملف، جيد؟ إلى هنا انتهى درس اليوم، نشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم، مهم جداً تعرف كيف تتعامل مع النسخ الاحتياطي. إلى اللقاء.